عموما النادي الاهلي غادر الى رواندا الى كيجالي لملاقاة الجيش الرواندي غدا السبت وبصحبته ورافق البعثة الزميل علاء عزت يستحيل البرنامج والصحفي بالاهرام العربي الذي يحدثنا الان عبر الهاتف من كيجالي. مساء الخير استاذ علاء. اهلا مساء الخير استاذ اشرف واهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ علاء. اولا سريعا طمنا على بعثة النادي الاهلي واستعداداته وجاهزيته لمباراة الغد ان شاء الله. أستاذ أشرف منذ 5 دقائق انتهى أستاذ علاء. سنعاود الاتصال مرة أخرى بالزميل علاء عزت الذي يحدثنا من كيجالي العاصمة الرواندية حيث يرافق بعثة النادي الأهلي في مباراته المرتقبة غدا مع الجيش الرواندي. المباراة ستكون بتوقيت القاهرة 3:30 بإذن الله وستكون عبر شاشة النهار شاشتكم المفضلة لنقل المباريات الرياضية غدا 3:30 مباراة الجيش الرواندي والأهلي المصري في ذهاب دور 32 لدوري أبطال إفريقيا. كنا نتحدث معكم مع الزميل علاء عن المحاباة التي كانت من قبل الكاف لفريق كانو بيلرز. طبعا كانو بيلرز طبعا نحن نتضامن معه باعتبار أنه تعرض لحادث سطو وتعرض عدد من لاعبيه لإصابات تعيق انطلاق المباراة في موعدها وبالتالي قبل الاتحاد الافريقي التأجيل. هذا حق كانو بيلرز ونحن معه، لكن لماذا لا يكون هذا الحق مع فرق أخرى؟ كان الزمالك المصري طلب تأجيل مباراته مع راين سبورت الرواندي أيضا بسبب المؤتمر الاقتصادي رغبة في التركيز رغبة في الوصول بالمباراة هنا في القاهرة أو على الأقل في السويس، لكن رفض الاتحاد الافريقي وأصر على أن المباراة في موعدها وبالتالي أجلت يوما واحدا ونقلت إلى الجونة حيث يلتقي الزمالك مع راين سبورت بعد غد الأحد بإذن الله في الجونة في 3:30 أيضا. لكن إلى أن ينضم إلينا من جديد الزميل علاء عزت نكمل مع حضراتكم فقرات هذا البرنامج. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أسند رسميا تنظيم المونديال الآسيوي المقرر في عام 2019 لدولة الإمارات العربية المتحدة. الملف الإماراتي كان ذاخرا بالتفاصيل الدقيقة من حيث التنظيم. إذن يعود إلينا علاء عزت قبل أن نستقرق ونستطرد في الملف الإماراتي. أستاذ علاء. أنا أستاذ أشرف أنا توقفت، أنا آسف توقفت قبل انقطاع الاتصال. إن النادي الأهلي أنهى منذ 10 دقائق مرانه الأول والأخير على ملعب الرئيسي ملعب أماهارو ويعني باللغة العربية السلام. من المفارقات إن الشمس كانت درجة حرارة عالية جدا والشمس كانت سطعة جدا أثناء المران واللاعبين اشتكوا من درجة الحرارة. بمجرد انتهاء المران أستاذ أشرف هطلت الأمطار بغزارة شديدة على ملعب المباراة. أطمن حضرتك إن المباراة بكرة إن شاء الله بإذن الله الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة هو نفس توقيت العاصمة كيجالي. اللاعبين النادي الاهلي كل اللاعبين قدموا مران بشكل اساسي الحمد لله. الجهاز الفني اطمأن على سلامه كل اللاعبين بما فيهم وليد سليمان ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد هاني كل اللاعبين في حاله فنيه وبدنيه ممتازه. يعني الحاله المعنويه مرتفعه جدا. الناس هنا استقبلوا النادي الاهلي استقبال رائع جدا. هنا في حديث عن اهتمام غير عادي بزياره النادي الاهلي ل العاصمه كيجالي في الوقت اللي فيه رئيس رواندا على راس وفد رفيع المستوى بيمثل رواندا في مؤتمر القمه الاقتصادي المعقد على حليفه المشيخ. ودي اول زياره لمسؤول رواندا او رئيس رواندي لمصر منذ 6 سنوات. يعني هم بيعتبروا ان دي بدايه عوده علاقات جديده بين مصر وبين رواندا. تمام، يعني اذا انت تطمننا على جاهزيه النادي الاهلي. درجه الحراره كانت مرتفعه ثم هطلت امطار وبالتالي هو الجو الاستوائي كذلك. لكن استاذ علاء علق على الخبر الذي كنت انت اول من تحدث عنه وطلبت ان يوضع ضمن فقرات البرنامج، المحاباه من الكاف لكانو بيلرز وان كنا نتضامن مع كانو بيلرز في مصابه لكن لا يحابي ولا يعير اهتماما ولا يصغو لمناشدات مثل المغرب التطواني وسموح المصري بخصوص ما اعلنته بوكو حرام. بالفعل استاذ اشرف حتى هنا ده حديث الساعه حتى هنا في بعثه النادي الاهلي. النادي الاهلي لما الكابتن علاء صادق كنا بنتحدث منذ قليل مع الكابتن علاء صادق في وجود الكابتن
وائل جمعه كانوا بيستفسروا ليه سبب تاجيل مباراه المغرب وتطوان وكانوا بيلر، ولما عرفوا اسباب التاجيل ابدوا استغرابهم شديد جدا من موقف الكاف، لان هم سبقا خاطبوا الاتحاد الافريقي، النادي الاهلي خاطب الاتحاد الافريقي اكثر من مره، حتى فريق رايم سبورت اللي هيواجه نادي الزمالك كان خاطب الاتحاد الافريقي لتاجيل المباراه او نقل المباراه بعد علمهم ان المباراه ستقام على ملعب الجونه وليس ملعب استاد القاهره الدولي، طلبوا تاجيل المباراه او نقل المباراه لكن لم يبصوا في الامر. هنا طبعا الحديث عن مجاملات الاتحاد الافريقي لدول غرب افريقيا مرتبطه دايما يا استاذ اشرف بالحديث عن الانتخابات الافريقيه دايما، انتخابات الاتحاد الافريقي سنه 2011 بيتحدثوا على مجاملات الاتحاد الافريقي لاسناد البطولات وتنظيم البطولات لدول غرب افريقيا في هذا التوقيت وحرمان الدول شمال افريقيا وتحديدا الجزائر. انت عارف حضرتك ان في موقف الجزائر واخده موقف لو تم ما زال نعم من استضافه نعم فبقول لك استاذ اشرف يعني هو الحديث هنا لا ينقطع، حتى هنا بقول لحضرتك في رواندا هنا المسؤولين عن نادي الجيش الرواندي ورين سبورت موجودين هنا وكانوا مع بعض النادي الاهلي وتحدثوا عن بعض الظروف والملابسات ومواقفهم وخطاباتهم من الاتحاد الافريقي. هم طبعا شايفين ان في محاباه جدا لفريق كانوا بيلرز النيجيري على حساب المغرب التطوعي، خاصه ان المغرب ان الاتحاد الافريقي تجاهل تماما مطلب نادي المغرب التطوعي بنقل مباراته مع كانو بيرز مباراه الاياب اللي هتقام يوم 4 مارس اسف 4 ابريل الى خارج العاصمه ليجوس، ونفس الامر بالنسبه لطلب نادي سموحه لما كان طلب نقل مباراته مع انيمبا الى خارج العاصمه، لكن الاتحاد الافريقي تجاهل مطلبين الناديين العربيين، فبالتالي اصبح ان في نوع من الكلام او الهمس او الاتهامات للاتحاد الافريقي بمحاباه دول غرب افريقيا. نتمنى لكم التوفيق بعثه النادي الاهلي وانت في مهمتك الصحفيه والعوده سالمين الى ارض الوطن، وكذلك عودة سموحة وبتروجيت وكل الفرق التي تمثل الوطن العربي في كل مكان أن يعودوا سالمين إلى أوطانهم وتستمر يعني المنافسات العربية في البطولات القارية ويستمر التفوق العربي بإذن الله. نعود مشاهدينا الكرام إلى